مرحبا، اليوم حنعمل سوا وصفة مربعات الليمون، وهي وصفة سهلة وخالية من الجلوتين، فخليكن معي لنشوف الوصفة. أول شي حنجهز قاعدة المربعات، فحنحتاج طحين اللوز، طحين الرز، شراب القيقب وزيت جوز الهند. بوعاء حنضيف كوب وثلاث ارباع الكوب من طحين اللوز، نص كوب من طحين الرز. بنخلط جيدا المكونين سوا، بنضيف فوق ربع كوب من زيت جوز الهند المذاب وربع كوب من شراب القيقب، ونخلط جيدا جميع المقادير لتصير عنا عجينة متماسكة. بنجيب طبق حجمه 20 سنتيمتر على 20، وبنفرشه بورق الزبدة، بنسكب الخليط بالصينية وبنرصه مثل ما حنشوف. بنسخن الفرن على درجة حرارة 180 سلسيوس، وبنحط الطبق من 20 ل 25 دقيقة لغاية ما بنشوفه حمر شوي من فوق، وفي الأثناء بنجهز الطبقة يلي حنحطها من فوق. هنحتاج حليب جوز الهند، زيت جوز الهند، كركم، حامض، فانيلا، شراب القيقب، وطحين الرز. أول شي بنخلط ثلث كوب من عصير الحامض أو الليمون مع 4 معالق كبار من طحين الرز. بنخلطهم جيدا على البارد، بنضيف فوقهم كوب من حليب جوز الهند، بنضيف ثلث كوب من شراب القيقب، معلقتين من زيت جوز الهند المذاب، نص معلقة فانيلا سائلة، وبنضيف برش حامضة واحدة. بنضيف كمان 8 معلقة كركم مشان اللون الأصفر، وبنخلط جميع المقادير سوا. بنحطهم على نار متوسطة وبنضل بنحركهم لغاية ما يصير الخليط سميك. هون مثل ما شايفين صارت القاعدة عنا جاهزة وحمرت شوي، فبنجيب الخليط يلي جهزناه وبنسكبه فوقه. بنحطه بالبراد أقل شي 4 ساعات، وبعدين مثل ما شايفين لما يتماسك فينا نقصه لمربعات. وهيك بمكونات بسيطة قدرنا نعمل وصفة سهلة وصحية. إن شاء الله تكون عجبتكم.
ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة.